برحب فيكم أصدقائي المشاهدين. الفقرات من البث المباشر عبر تلفزيون لبنان مستمرة، وبهذه الفقرة بسرني أني أستضيف منسق الإدارة السياسية بحزب الكتلة الوطنية الأستاذ أمين عيسى. أهلا وسهلا فيك أهلا فيك، بتلفزيون لبنان. ميرسي. أستاذ أمين، خلينا بداية نبدأ من نعم، الموضوع الأسخن إذا فينا نقول، الحكومة. والسؤال المطروح بهذه اللحظات بعد كل ما أشيع، هل من حكومة مرتقبة في الساعات المقبلة للبنان؟ نحن باعتقادنا صعب كتير تطلع الحكومة بهالسرعة، لأنه منعتبر أنه أهل السلطة والأحزاب تناقضات بين بعضهم وتراشق التهم وصلت لدرجة صار من الصعب بقى يقعدوا على فرض طاولة. وثانيا التحديات الجسيمة اللي ناطرة لبنان محاولة الإخراج البلد من تداعيات 30 سنة من سوء الإدارة تتطلب غير أشخاص وغير وجوه وخاصة غير خلفيات. يعني شو هي الاستحقاقات يعني اللي تنتظر لبنان؟ هل تقصدون الاستحقاقات الاقتصادية والاستحقاقات المالية والوضع المالي المتدهور اليوم في لبنان؟ اليوم الدولار وصل ل 2500 تقريبا. مضبوط، الاستحقاقات المالية، الاستحقاقات الاقتصادية، وخاصة المشاكل الاجتماعية. اليوم قابلين تقريبا على 50% من المواطنين تحت خط الفقر، وهذه بتتطلب إجراءات كتير كتير أساسية ومنا شايفين لهلا. يعني استاذ امين، امبارح سمعنا شويه تطمينات اذا فينا نقول من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، انما اللبنانيين اليوم استيقظوا على 2500 بسعر الدولار. يعني ليش هذا الانفصام اليوم في الجسم اللبناني وفي السلطه اللبنانيه؟ البعض بيحدثك عن شيء، انما الواقع هو شيء اخر تماما. الازمات تتوالى، اليوم في ازمه كهرباء، انقطاع الكهرباء عم بيلف لبنان، اليوم عم بيفوت على المستشفى لو معه مصاري، منه قادر يتحكم، ما في لوازم طبيه، الافران على ابواب الاضراب، ما في مازوت واحتكار المازوت بمنطقه البقاع، ولهلا الدوله ما تحركت وما كشفت من هم الفاسدين ومن هم المحتكرين للمازوت يلي عم يمنعوا ابسط حقوق الانسان وهي الدفى بالشتاء بمنطقه البقاع. يمكن لانه هو المسؤولين معينين او لانهم يمكن مغطيين من فريق معين. يعني هذا الفساد يلي عم نعيش فيه اليوم، نعم، وبيطلعوا على التلفزيونات مش فرقاني معهم، يعني كانه شيئا لم يكن. يعني بالصراحة أنا ما فهمت كيف قادر الحاكم يطمننا، وخاصة يطمننا عن الودائع، لما بنعرف أنه 70% من الودائع بالبنوك موظفة يا مباشرة مع الدولة يا بالمصرف المركزي اللي هو بيرجع بدين الدولة، وكلنا عارفين انه شو هو عجز الدولة، والدولة ما قدرة بقى تدفع، بقى ما عم بفهم من وين عم بجيب هالتطمين. بالنسبة لأزمة المازوت، مش بس أزمة المازوت والغاز والأدوية والكهرباء والرغيف والكهرباء وخاصة تدهور القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، ومن جهة تانية حكومة تصريف الأعمال غائبة كلياً. يعني بيقولوا حسب الدستور بعتقد او القانون انه لا تجتمع الحكومة تصريف الاعمال الا بالحالات الاستثنائية. يعني ما بفهم شو ناطرين، يعني شو الاستثنائي غير اللي عم نعيشه، اللي كان بيلزمهم ليل نهار يكونوا مجتمعين ويجربوا يلاقوا حلول. بعدين انه طمنونا انه وصل المازوت على الخزانات، بس هيدي ما مش هيدي بس المشكلة توقف. مش بس يوصل المازوت، المشكلة المحتكرين يلي اليوم هن محميين من جهات سياسية. هل تستطيع الجهات السياسية أن تشيلهم من مراكزهم وتوقف هذا الاحتكار؟ استبيير شغلة الدولة مش إنها بس توصل المازوت على الخزانات، شغلة الدولة تتأكد إنه المازوت وصل على الصوبيا. ما معناته إنه أنا جبت المازوت وقفت، ما بده المواطن توصله عبيته، المواطن عم بيموت من البرد توصله عبيته. وين الدولة؟ وين الأجهزة الأمنية؟ وين أجهزة الرقابة؟
انه نحن عم نحكي نحن بكنينه الاول للبرد قارس الناس. امبارح كمان في موضوع اخر شكي منه المواطنين، بما انه عم نحكي عن الازمات المتلاحقه، كل شخص امبارح بعد الظهر كان رايح من منطقه عمشيت الى منطقه الشمال الى منطقه بين عمشيت والمدفون تحديدا، ارتال من السيارات تكسرت بسبب الحفر. وين وزاره الاشغال؟ اوكي اذا شيء بالداخل بيقولوا لك هو شغل البلدي، طيب الاوتوستراد شغل وزاره الاشغال، وين وزاره الاشغال؟ شو عم تعمل؟ امبارح عشرات السيارات تكسرت، عشرات الاطارات تم تغييرها، طب هيدي كلفه اليوم على المواطن، قال دولاب حقه 50 و60 دولار والناس قاعده بلا شغل او بنص معاش، ما شفنا حدا تحرك لا من وزاره أبداً. الاشغال ولا أبداً. من غير وزاره الاشغال ابدا. يعني هيدي الطريق صار مثل طريق يعني هيدي حفر وهيدي قصه الحفر صرنا معودين لها، يعني ما بحيه الدوله قامت بواجبها بالنسبه للطرقات، بس مثل ما كنت عم بقول لك انه بظروف مثل هاي حكومه تصريف الاعمال لازم تكون مجتمعه ليلا نهارا، ما حدا موجود، ما حدا موجود، الشباب غايبين ما بيجتمعوا، ملتهيين كيف بدهم يقشطوا بعضهم مقعد من هون وزاره من هون، كانه عايشين بالف خير، والمساله مساله انه توازنات سياسيه بينما البلد من تحت عم بينهار. يعني هن موجودين بكوكب عندهم هموم بتخصهم، كيف يرجعوا ينتجوا المنظومة ذاتها ليقدروا كأحزاب يستفيدوا، والبلد عم بيتفكفك وما في حدا طيب استاذ امين شو كيف شايف الاسابيع المقبله؟ اليوم كل لبناني بيقول لك كل يوم بيومه، انا رح اسالك عن الاسابيع المقبله كيف شايفها؟ وين هو الشارع؟ ليش انطفأت إذا فينا نقول هذه الثورة من الشارع؟ ما عدنا نشوف الناس عم تنزل على الطرقات، ما عدنا نشوف اعتصامات، يعني ليش اختفوا؟ ليش هيك فجأة بطل في شيء؟ فيني طمنك الثورة ما انطفت نهائيا، ما انطفت. طيب شو عم بيصير؟ بس اليوم أخذت منحة تاني، اليوم عندك مجموعة من الشباب 400-500 شاب، أنا هاو بسميهم راديكالية، بعدهم بينزلوا تحت الشتاء مستعدين ياكلوا قتله، مستعدين يضلهم واقفين، اوكي. وفي عندك من جهه ثانيه اغلبيه اللبنانيين يلي كتار منهم او اغلبيتهم مضطرين يرجعوا اشغالهم لانه مضطرين عندهم واجبات تجاه اهلهم، لكن هودي اللبنانيه تغيرت نفسيتهم نهائيا. والدليل على ذلك يلي صار مع ثلاث رموز من السلطه يلي هن نائب فتفت ورئيس سنيورا والرئيس الفرزلي، يلي الناس مش بس رفضتهم بس ما بقى عندها احترام لهم، وما بقى تعتبرهم انه هن بيمثلون ورفضين وجودهم. بس استاذ امين هذا الشيء من زمان، يعني نحكي الامور اليوم بعد 17 تشرين حتى على الهواء صار فينا نحكي الامور بصراحه اكثر. هذا الامر هو من زمان والناس عارفه فساد هذه الطبقه السياسيه، وبنعرف ولاءاتها قبل 2005 وين كانت وحتى بعد 2005 وين كانت. طيب بس ماذا تغير؟ ماذا صنعت هذه الثوره؟ اللي عملته الثوره شغلتين اساسيتين، اولا منعت من هلأ وبالرايح استغلال الفروقات والتجاذبات الطائفية إنها تبعد الناس وتقوم الناس على بعضها. صحيح أنه بعض الطائفية موجودة بس اليوم أخذت حجمها المزبوط، يعني أنا بعترف أنه جاري من غير طائفة بس هذا الاعتراف ما بيمنعني أن أتواصل معه. أستاذ أمين حتى من عايشين بقى بمناطق مختلطة، يعني شئنا أو أبينا لبنان اليوم مقسم بعد الحرب. هذا التقسيم كان تقسيم غير طبيعي، هذا تقسيم انفرض على اللبنانيين، فرضته الحرب اللبنانية، انفرض على ابن طرابلس انه ابن جنوب شو بدك فيه وهذا عايش تقريبا بغير بلد وعنده غير هموم. تبين انه اللبنانية لا منهم هيك، اللبنانية قادرين يكون عندهم هموم مشتركة وممكن يكون عندهم أحلام مشتركة، وهيدي الظاهرة هالظاهرتين هيدي كسر الحواجز الجغرافية والحواجز الطائفية هي مش نبتت ب17 تشرين الأول،
هيدا عمل تراكمي على سنين. بس استاذ امين وعي. شفنا كمان وقت تم تكليف الرئيس دياب الطائفه السنيه كمان نزلت الى الشارع وتطالب بحقوق الطائفه السنيه واعتبرت انه هذه الثوره طلعت على حسابها وهي خسرت ممثلها اللي هو الرئيس الحريري الذي يمثل الطائفه السنيه. كمان هون شفنا شارع مضاد كمان شفنا شارع مضاد اخر عند الطائفه الشيعيه برياض الصلح وعلى الرين كذا مره. يعني ما نعيش كتير بالأحلام، هيدا لبنان. ما عم نعيش بالأحلام استاذ بيير، بس في واقع جديد ما فينا ننكره. أكيد معك حق، في ناس نزلوا على الشارع وقالوا أنه الطائفة السنية اللي هي استهدفت وحقوق الطائفة السنية اللي استهدفت. بدي أسأل أنا هود الناس كمواطنين مثلي مثلهم، يفسروا لي شو يعني حقوق الطائفة السنية؟ هل أنت السني بتشرب غير أنا المسيحي، أو بتشرب غير حضرتك الدرزي، أو بتروح على المدرسة غير الشيعي؟ شو معناتها حقوق الطائفة؟ بعدين بيقولوا أنه كرمال الميثيقية لازم يكون الأقوى من الطائفة هو صاحب المركز. شو هالغلط هيدا؟ ما شفناها هيدا قصة الأقوى على مدى 30 سنة لوين وصلت الطائفة ولبنان؟ الميثيقية المضبوطة طالما نظامنا طائفي وما طلعنا منه هو الأكفأ من الطائفة مش الأقوى من الطائفة. وبعدين رئاسة مجلس الوزراء من للسنة، رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس وزراء كل لبنان، وزيت الشيء لرئيس مجلس النواب وزيت الشيء لرئيس الجمهور. نحن بلد يقوم على الطوائف استاذ، يعني أنا بدنا نكون واقعيين. يعني اليوم وقت بيقولوا لك النظام وتغيير النظام، امتى قيمت البعض المسيحيين؟ لانه اعتبروا انه تغيير النظام رح تروح رئاسه الجمهوريه من يد الموارنه، ورح تخسروا المسيحيين اخر بلد لهم بالشرق الاوسط هن رؤساء عليه. نحكي الامور غلط. مثل ما هي هيدا غلط. غلط او صح، بس هذا الواقع، هيدا غلط. هيدا الواقع اللي نحن عايشين فيه. انا رح اقول لك وين الغلط. لما بيحكوا المتظاهرين بتغيير النظام منهم قصدين أشخاص ولا مراكز، قصدين منظومة كاملة، مش رئاسة الجمهورية والرئيس عون ولا رئيس مجلس الوزراء ولا سلاح حزب الله ولا سيطرة الرئيس بري كشيعي على مجلس النواب. هن رافضين منظومة ما بيميزوا. طيب كنت عم تحكيني عن المدارس وعن الاستشفاء. يعني اليوم هذه الثورة عناوينها هي عناوين اقتصادية. إنما بس بلش تتحسن الأوضاع الاقتصادية ما بتعتقد أنه هؤلاء اللبنانيين يلي منقسمين وعملوا حروب 20 سنة بين بعضهم وبديهيات الأمور البديهية في الوطن هن مش متفقين عليها، ما رح يرجعوا يقعوا بخلافات وما رح يرجعوا يقعوا بمشاكل ليقدروا يعملوا نظام جديد ودستور جديد، وهن أبسط البديهيات. يعني خلينا نحكي الأمور بصراحة، قبل الطائف لبنان كان ذو وجه عربي، من بعد الطائف لبنان صار عربي لأنه المسيحيين بين هلالين خسروا الحرب صار لبنان، وهذا كان سبب من الأسباب لأنه في بعض المسيحيين أو المسيحيين في لبنان يعتبرون أنه هن منهم عرب، وكانوا المسلمون يعتبرون أنه لبنان بلد عربي. يعني هيدي البديهيات اليوم لازال الاختلاف هو عليها. طب كيف هو بدهم يبنوا بلد؟ تاريخهم مش متفقين عليه من بعد 43، البطل بمنطقة هو عميل بمنطقة تانية. يعني شو بدنا نربي جيل جديد؟ شو بدك تعلمه هذا الجيل؟ صرت قايل لي مرتين، مرة أكون واقعي ومرة تانية قلت لي ما نحلم. أوكي؟ أنا بفهمك أنك تحكيني بهالطريقة لأنه الجيل القديم جيل الحرب والواقع قبل هالسنين هيدا كان هيدا، ومعك حق. سنة 58 لما صار في أول أزمة بلبنان لأنه في ناس شعروا أنه هذا النظام ما بقى ماشي، قصمونا بين مسلمين ومسيحيين. ما قصمونا، ما نحن أرض قابلة للقسمة أصلا. معلش خليني كفي لك الفكرة. يعني عطول نرمي اللوم على الآخر. معلش قصمونا، يعني نحن انقصمنا بين مسيحيين ومسلمين، وفات أفرقاء خارجيين دعموا فريق معين وشخص يعني وفريق أجنبي آخر دعم الفريق الثاني. بال75 صار زيت الشيء، وبال90 صار زيت الشيء، دائما ننقسم طائفيا ويجي فريق خارجي يدعم أحد الأفرقاء الداخليين. الجيل الجديد اللي نزل على الشارع ما تصرف نهائيا هيك، ما انقسم طائفيا بال2019 ورفض أي تدخل خارجي.
يعني اجوا هللوا لنا انه هيدي شغله المخابرات. طيب وهيدي الدول. استاذ امين بال 2005 نفس المشهد كان يوم استشهاد الرئيس الحريري ابن كسروان وابن المتن، نزل الى ساحه الشهداء رفضا لهذه العمليه، وكان في وحده وطنيه رائعه جدا. ما كثير نبعد، شو رجع صار بعدين؟ رح اقول لك في شو الفرق. في فرق اساسي بين ال 2005 وال 2019. ال 2005 كانت الثورة إذا بدك ضد الاحتلال السوري. نعم. أوكي. بال 2019 هو ضد الاحتلال الداخلي. وعيوا اللبنانيين إنه محتلين داخليا من منظومة أحزاب طوائف عم تستهلك كل قدرات البلد من خلال الزبائنية والفساد وهدر المال العام على حسابه. وعم تستعمل الطائفية لتخوفهم من بعضهم. قالوا بكفي. هيدي مسألة الطائفية أمتى بيشتغلوا فيها؟ قبل الانتخابات بشوي، بال 2018 إذا بتسمع كل البيانات اللي كانت تطلع والبرامج، ما حدا حكي عن كهرباء أو الماء أو الطبابة، كلهم عم يحكوا. لا في كثير حكيوا. أهم يعني خطابات في كانت. أحزاب عملت مشروع عن هذا الموضوع. معك حق، في ناس بس إذا بتسمع كل الخطابات وبترجعها كلها أوعى خافوا من الآخر. اللبناني ما بقى بده يمشي بهيدي الكذبة إنه خاف من الآخر، لأنه على الواقع بالواقع بيومياتنا شاف إنه هذا جاره، صحيح دينه مختلف بس قادر يعيش معه. ليش دايما بدك تخوفني منه؟ في فروقات؟ ايه، في خلافات؟ ايه، ما عم بنكرهم، بس ما بدنا نعملهم هالحاجز النهائي يلي بيمنعنا يعني هوني نعمل وطن. هون كمان نحكي بدك تعيش مع هذا الجار، انما هذا الجار يملك ترسانة اليوم. نعم. ممكن بلحظة من اللحظات تفجر البنية اللي انت قاعد فيها. نعم. ويروح هو وتروح انت. مزبوط. مش هيك هيدي المسألة اللي هي مسألة خلافية بين اللبنانيين، بدل ما نقعد ونسب بعضنا. اوكي، نحن مثلا كحزب الكتلة الوطنية بنعتبر انه سيادة لبنان وبناء دولة حديثة لا يتماشى مع ازدواجية بحمل السلاح مين ما كان يكون. أوكي؟ لكن بذات الوقت بنفهم شو أسباب نشوء السلاح ومقتنعين انه هلأ صار فينا نطلع من هالمعادلة، لكن هالشي ما بيصير إلا بالحوار وإلا بالقناعة، بالقوة ما بيصير. استاذ أمين حلو كتير هذا الكلام، إنما اليوم البعض أدخل لبنان بمحور، يعني بمحور بالمنطقة كله رفضينه. حتى لم تعد الأمور بإيد هذا الفريق، هذا الفريق هو جزء من محور. وحتى الرئيس الحريري قال ما تحسبوا حزب الله على أنه فريق لبناني، حزب الله اليوم صار أوسع من لبنان وصار فريق أقليمي وعامل أساسي بالمنطقة. مزبوط هذا اللي عم بتقوله. مزبوط. أوكي. الرئيس الحريري قاله مش أنا بس. ونحن رافضين هالشي لأنه منعتبر أنه هيدي التدخلات الإقليمية ببلدان الجوار هي معركة نفوذ بين عدة بلدان، أمريكا وروسيا والسعودية والخليج وتركيا وإيران إلى آخره، واللي عم بيدفع السعر هن الشعبين السوري والشعب العراقي، وما بدنا ذات الشيء بيصير بلبنان. أوكي؟ بس اللي شو الطريقة غير بالحوار وبالقناعة أنك تطلع من هالأزمة؟ إذا في غير طريقة يقولوا لنا. ما في غير طريقة نلاقي نظام جديد أو نلاقي طريقة جديدة ندير فيها لبنان. أكيد أكيد أكيد. يلي هو نظام المواطنة، تكون هويتك الأولى المواطنة وبعدين الهويات الثانية يلي بتكون هويات تدعم هيدي الهوية. كل إنسان عنده عدة هويات، عنده هوية دينية، طائفية، مناطقية، عائلية، ثقافية، لكن الهوية الأساسية لازم تكون المواطنة. هيدي بتجمع الكل وبتخفف من الخلافات الحادة يلي تهدم. استاذ امين العميد قدام الزمانات ما اختلف كثير مع جورج نقاش يوم اطلق عبارته الشهيره جورج نقاش وبيقول فيها انه نقيضين لا يصنعون وطنا. هذا كان جورج نقاش، ما بعتقد ابدا العميد قدام كان موافق بهالشيء. العميد قدام كل حياته شخص ما كان يعتبر. لا ابدا، العميد قدام كل عمره. والعميد اميل قدام الرئيس اميل قدام لم يتفق قبل ايه. العميد أميل قدي طلع أول رئيس جمهورية لبنان.
كيف بدك يكون. بس ما كان عنده كمان نوع من هذا التفكير يعني؟ لا أكيد لا. وموقفه من الوجود الفرنسي في لبنان ومعارضته لخروج الفرنسيين من لبنان؟ ما عارض خروج الفرنسيين من لبنان أبدا. وبدي بس ذكرك بحادثة واحدة، أنه الرئيس إيميل قدي هو اللي عمل تقسيم المحافظات بلبنان أول واحد، وهو اللي خلى أنه بتقسيم المحافظات يكون في مواطنين من عدة طوائف، لأنه كان مقتنع أنه لبنان ما بيقوم إلا بالتضامن بين كل المجموعات. يعني بس في صورة سائدة عند الناس، في صورة تخالف وفي أقوال يرددونها الناس، بيقولوا أنه كان يقول العميد ريمو قدي والعميد إيميل قدي. بيير أنت صحافي، أقويل ما بدنا. لا بس في أمور يعني منتشرة بشكل كتير كبير بالمجتمع اللبناني وعلى مدى سنوات، يعني ما فينا نغطي طبعاً. كمان يعني مش قصة تغطية، بس اللي بدي نعرف موقف بس الرئيس إيميل قدي من الوجود الفرنسي في لبنان. هو ما كان مع استقلال 43 ولم يوافق بيير جميل وعدنان الحكيم بموضوع 43، خلينا نحكيها بهذه أمور تاريخية على كل حال. بس خليني أشير إلى أنه في معلومات هلأ بتقول أنه ما أشيع عن أجواء إيجابية تؤذن بقرب تصاعد الدخان الحكومي في الساعات المقبلة هو غير صحيح إطلاقا. يعني على ما يبدو مثل ما قلنا بأول حلقة، لا حكومة على الأقل. وعاد على ما يبدو مسلسل قطع الطرقات وطريق البحصاص باتجاه الكورة بمنطقة طرابلس كمان تم قطعه، وهناك معلومات عن إمكانية قطع أوتوستراد طرابلس بيروت. طيب خلينا نرجع شوي إلى موضوع الكتلة الوطنية. نعم. هذا الحزب اليوم عم ينفض عنه يمكن الغبار، عم يعمل حركة تجديد في الداخل. شو بتخبرنا عن هذه الحركة اللي عم بتصير اليوم بالكتلة الوطنية، وأين موقع الكتلة الوطنية في الخارطة السياسية اللبنانية؟ هلأ بالأول نحن بما أنه عنا طموح أنه نساهم بإصلاح البلد، أوكي، بلشنا بالإصلاح عنا من إحدى على لبنان الوراثة السياسية، انتهينا من هالأمر. العميد كارلوس قدي كان عنده الشجاعة أنه يلغي منصب العميد وينقل كل صلاحياته اللي كانت صلاحيات تامة لمجلس تنفيذي بينتخب أمين عام، وهو المجلس التنفيذي منتخب من مجلس الحزب اللي هو بيمثل المناصرين. هذا إذا بدك بالنسبة للهيكلية العامة. هلأ طبعا نحن منطلقين بمقاربة جديدة للسياسة، عم نواجه أكتر شيء الشباب، حابين نشاركهم قد ما فينا، لأنه نحن منعتبر أنه المواطن اللبناني حطوه على الهامش، اعتبر المواطن اللبناني بس ورقة نهار الانتخاب وبين موعدين انتخابيين ما له دور. نحن منعتبر هذا غلط. المواطن اللبناني عنده كل القدرات انه يشارك بالحياة السياسية حيالله مستوى، ان كان بضايعته او على المستوى الوطني، وهيدي المقاربة تبعنا للعمل السياسي. طيب استاذ امين، اليوم المجتمع اللبناني هل كنا عم نحكي عنه انه بدأ يتحرر من الطائفية ومن كل رواسب الماضي البشع اذا فينا نقول، قديش اليوم المجتمع اللبناني، خلينا نروح اكثر نحصرها اكثر، المجتمع الكتلوي والجبيلي بنوع خاص، قد ايه ممكن يتقبل رئيس كتله وطنيه او شيء رئيسه كتله وطنيه، وثانيا هي ليست من آل قدي ونقول امور بصراحه، وثالثا هي ليست من الطائفه المسيحيه؟ بدي اقول لك مجتمعنا صار محضر حاله لهذه التغييرات. بدي اقول لك شيء بيير، بالاول نحن هذه قناعتنا، اوكي، والست سلام يموت انتخبت لأن الشخص المناسب بالمكان المناسب. هذا أولا. ثانيا للقبول، لا هلأ ما شفنا ولا أي اعتراض، بالعكس تشجيع، وإذا بدك مثل وأخيرا حدا قام بهالخطوة الإصلاحية يلي بتمثل نفس جديد عند الشباب. نعم بعد الناس بتعرف حالها أنها من أديان مختلفة،
لكن هالفروقات الطائفية ما عادت حواجز بين بعض. طيب بس استاذ امين اليوم قديش انتم قادرين ترجعوا تردوا القواعد الكتلوية؟ بنعرف الكتلة الوطنية خلينا انا على الاقل بجبال يلي هي كانت اذا فينا نقول المركز الرئيسي للحزب ونبع او خزان هذا الحزب. اليوم الكتلويين في جبال اللي كان كتلة اليوم ابنه واحفاده راحوا لغير مطارح، راحوا على القوات اللبنانية، في منهم عملوا كتائب، في منهم عملوا تيار، يعني راحوا الى الاحزاب يلي بقيت اذا فينا نقول عم تتنفس بهذاك الوقت، وقت كانت الكتلة الوطنية غائبة كليا عن الساحة. شو عم تعملوا اليوم لترجعوا تستقطبوا هؤلاء الشبان؟ هن وغيرهم وبغير مناطق. نحن عنا خطاب مختلف عن بقية الأحزاب، عنا سلوكيات مختلفة، وبعتقد أنها بتحاكي طموح الشباب. وهذا هذا الأمر شفناه بخلال هالفترة الشهرين اللي كانت كل الأحزاب مرفوضة من قبل الثوار. نحن لقينا محلنا بهالحراك، كنا موجودين بالساحات، كنا موجودين بعدة بس مناطق. بس كل الأحزاب ومناصري الأحزاب كانوا موجودين بالساحات، يعني جل الديب كان في كتير كتائبيين، بالزوق كان في كتير قواتيين، يعني كانوا كلهم موجودين بالساحات. كان في كتائبيين، كان في قواتيين، وكمان بغير مناطق كان في اشتراكيين، وكان في كان في تيار المستقبل إلى آخره. بس بعتقد بكل تواضع كان في فرق شاسع بين التعاطي تبعنا وتعاطي هالأحزاب اللي حضرتك حكيت عنهم. طيب هؤلاء الأحزاب كانوا عم بيجربوا يستفيدوا من الثورة ليخلوا هالنظام القائم. نقول يستفيدوا لأنه بالنهاية هو جزء من نسيج هذا المجتمع كمان. وفي بعض الأحزاب يعني سامي جميل حذر قبل كم يوم قال لهم للحكومة فلوا أحلى ما يشحطوكم، وقالوا سنتين عم بيحذر من ما وصلنا إليه. ما فينا نقول عم بيركبوا موجة الثورة، بالنهاية هني بحق لهم، هني جزء من هذا أكيد المجتمع. أكيد بحق لهم، بس هني النظرة تبعهم كل هودي الأحزاب النظرة تبعهم تختلف راديكاليا عن نظرة الثوار وعن نظرتنا إلنا. هن نظام قايم على التحاصص. بس هؤلاء الثوار جزء كتير كبير منهم هن من الحزبيين، هن ممكن من هؤلاء الحزبيين، ممكن يعني اللي كانوا شايفين قبل شو ممكن يصير. ايه بس انت بدك تعمل فرق بين الحزب يلي نزل بأوامر حزبه ليجربوا يستفيدوا. ما في ولا حزب أعطى أوامر، الناس هي نزلت من تلقاء نفسها. في الناس اللي نزلوا من تلقاء نفسهم، وفي ناس نزلوا حسب معلومات معينة. في كتير ناس كانوا بأحزاب وأخيرا حسوا أنه ممكن يصير في تغيير، مشوا بالموجة، وهودي أكيد لازم يكونوا موجودين. بس في لأنه ناس المشكلة في ناس خلقت هذه الموجة قبل 17 تشرين. المشكلة في ناس حذرت مما وصلنا إليه قبل 17 تشرين بالتفصيل الدقيق، يعني تعرفي وين بدنا نصير بالأرقام وفي مؤتمرات صحفية عملية. يعني ما بدنا نظلم كل الناس. ما عم بظلم كل الناس، يعني ما عم بظلم، لأنه كل حزب عم يطلع عم يعمل حاله أنه هو الملاك بهذه لا الثورة. لا لا لا، القصة منا قصة أو هو قائد الثورة كمان. لحظة، ما حدا قائد ثورة. هذه الثورة على كل حال هذه حالة نفسية، منا شخصية معنوية. هلا عم بقول لك حالة نفسية، كل إنسان حس حاله لازم ينزل ونزل. إيه كشخص، بغض النظر عن انتمائه كشخص، مش كحزب. إيه تريبيان، لكن ترك لي الأحزاب على جنب، ما تدخل لي الأحزاب. بس الناس يلي نزلوا اللي هن من نسيج هذه المجتمعات وهذه المناطق، هودي ناس عندهم خلفياتهم التاريخية والحزبية، وهن نزلوا بعض منهم قيادات أحزابهم كانت بالمعارضة، وبعض منهم قيادات أحزابهم حذرت مما وصلنا إليه ب 17 تشرين وقبل كم يوم، يعني كانت الأمور كتير واضحة. على كل حال خلينا نرجع شوي، إذا بدنا نصنف اليوم حزب الكتلة الوطنية، حزب الكتلة الوطنية اليوم هو حزب كادرات أو حزب جماهير؟ اثنين. أولاً حزب هي وظيفته أنه يعطي هيكلية للمواطن ليقدر يعبر عن حاله سياسياً بكل حرية، وهيدي وظيفة الحزب. نحن عنا مبادئ، حضرتك بتوافق مع مبادئنا، في عندك مساحة تقدر تعبر عن نفسك، عن طموحاتك من خلال الحزب. وبذات الوقت أكيد في عندك كوادر. نحن عنا بفريق العمل أخصائيين بكل المجالات، لأنه نحن كحزب وظيفتنا نجاوب على أسئلة المواطنين، فهيدي ما بتمنع التاني. هون بدنا نعمل الفرق بين حزب شعبي وحزب شعبوي. حزب شعبي يعني هو حزب
من الناس وللناس حزب الشعبوي اللي هو بيروح بيحرك غرائز الناس ليقله الزعيم تبعه ويقدر يمرق كل صفقاته. قديش اليوم في اذا فينا نقول في ريبتور يعني في اذا نقول انفصال بين تاريخ الكتلة الوطنية تاريخيا والكتلة الوطنية اليوم؟ هل انفصلت الكتلة الوطنية عن تاريخها؟ هل يعني بس هيك يعني الخلافات السياسية اللي كانت تاريخيا مع بعض الأحزاب هل لا زالت موجودة؟ لا لا أو لا كيف لا توصف أكيد. علاقتكم اليوم مع الأحزاب الأخرى؟ نحن ليك نحن نحكي مع كل الناس، ما عنا أي عقد ولا أحكام مسبقة، نحن عنا بوصلة واحدة، خدمة المواطن. اوكي انا ممكن اختلف معك، يعني فينا نقول حزب خدماتي شوي؟ لا يعني لا مش خدماتي، كل انت كحزب تاخذ مبادره بتكون خدمت فيها المواطن مش جماعتك مش من باب الزبائنيه، نحن رح نوافق ورح نزقف لك. تاخذ مبادره ضد الخدمه العامه من باب الزبائنيه والفساد رح ننتقدك. ما عندنا نحن احكام مسبقه، نحن منحكم على الأفعال. هيدا موقفنا من جميع الأطراف. طيب كنت عم تحكيني عن الإلغاء العائلية السياسية بالحزب والطريقة الديمقراطية، وقت تم انتخاب رئيسة الكتلة الوطنية الحالية، يعني كل شخص منتمي إلى الكتلة الوطنية معه بطاقة حزبية راح انتخب أو كيف صار الانتخاب؟ انتخاب يعني الرئيس هيدي الديمقراطية الأمثل إذا فينا نقول. إيه هلا هي استعملتوها؟ نحن الرئيس ينتخب من قبل اللجنة التنفيذية اللي هي منتخبة، يعني إذا بدك انتخاب على مرحلة. ليش ما نفتح المجال اليوم لكل الحزبيين يعبروا عن رأيهم يختاروا هن رئيسهم؟ فينا ما تنسى أنه نحن رجعنا انطلقنا من بثماني شباط، يعني ما صار لنا سنة ونحن عاملين ورشة كبيرة، لأنه إذا بدك الهيكلية تبع الحزب القوانين تبعها صارت قديمة لازم نجددها لأنه الأيام تطورت، ونحن فاتحين ورشة ونهلأ لسنة لازم يكون عنا نظام داخلي جديد يحاكي العصر ويحاكي طموحات الشباب. طيب. حزب الكتلة الوطنية مثل ما كنا عم نقول تاريخيا كان منحصر بمنطقة جبيل، أو إذا فينا نقول مش منحصر بس كان هو خزان هذه هذا الحزب. اليوم ممكن نشوف حزب الكتلة الوطنية بهذه النفضة الجديدة يلي عم يعملها منتشر في كل المناطق أكيد. مثله أكيد. مثل القوات مثل أكيد. الكتائب مثل أكيد. التيار الوطني الحر مثل كل هذه الأحزاب. شفت عم بتدلني عن أحزاب مسيحية، ليش ناويين تنتشروا بمناطق غير مسيحية؟ نحن ما بنقبل هالتصنيف مسيحي أو مسلم، نحن حزب مواطني. ما تسألني عن طائفتي هذه شغلي بتخصني إلي. نحن موجودين بكل المناطق، الثورة ساعدتنا بعملنا الانتشاري، صرنا موجودين بطرابلس، موجودين بالجنوب، موجودين بالشوف، موجودين بالبقاع، وعم نأسس بهالمناطق. الناس عم تتقبلنا، عم نتسمع للناس، وقريبا كتير رح تشوف انه وجودنا بالمناطق رح يصير علني. استاذ امين، بوقت اللي كان العميد موجود، العميد ريمون قدي، وكل هذه الهالة اللي كانت تحيط بريمون قدي وكل تلك المواقف الجريئة والسباقة لعصرة يلي كان يطلقها ريمون قدي بهيداك الوقت، وكانت محط إعجاب لبنانيين ودول أجنبية أيضا طبعا. كانت تثني على مواقفه وخاصة بأول الحرب اللبنانية. ليش بعز ريمون قدي وبعز الكتلة الوطنية لم يستطع هذا الحزب أن ينتشر كباقي الأحزاب في كل لبنان؟ يعني شفنا هو يعاصر، يمكن هو أقدم كمان من أحزاب، خلينا نقول الأحزاب القديمة مثل الكتائب والأحرار. ليش ما كان عنده هذا الانتشار الأوسع؟ يعني كان موجود بكل المناطق بس ما كان عندنا. ما في إذا بنقارن جماهيريا لا مجال للمقارنة. جماهيريا بركي مش مثل غير أحزاب. هذا السؤال، ليش ما قدر استقطب حزب الكتلة الوطنية هذه الأعداد الكبيرة من اللبنانيين؟ يمكن لو نجحتوا بهذا الشغل كنا تفادينا أمور كتير سلبية في لبنان. ليش ما نجحتوا بهذا الشيء؟ ليش ما نجح ريمون قدي باستقطاب أعداد كبيرة من اللبنانيين بيوم من الأيام؟ لأنه كانت بعد الطائفية طاغية، وكان المرجع الأول للبنانيين بفترة من الفترات هي الطائفية، وإجت الحرب
زادت من هالهويه القاتله. هلا بدنا نقول انه كمين شمعون وبيير جميل استغلوا الطائفيه او احزابهم؟ يعني انا بعتقد كان في مراكز كان في بكتله نواب الاحرار كان في شيعه، وبكتله نواب الكتائب كان عندهم مراكز في مناطق اسلاميه في طرابلس. يعني ما فينا نقول كمان استغلوا الطائفيه تعملوا احزاب. ما عم بقول استغلوا الطائفيه، بس خلينا نكون واقعيين. مساله الطائفيه هذه ما خلقت اليوم، هذا عمره 200 سنه. اوكي، الاحزاب من 43 لل 75 اوكي ما قدرت طلعت. لا ما رح نفوت هلا بالاسباب وليش وكيف، لكن في واقع انه اغلب الاحزاب يعني في اليوم انه ريمو قدي وحزب الكتله الوطنيه اصطدموا بجدار الطائفيه وما قدروا يتوسعوا شعبيا في لبنان. هلا كان عندهم وجود، كان عندهم وجود بغير مناطق، يعني بس وجود ضئيل جدا للاحزاب الاخرى. ما زال عم بتقلي انه حزب الاحرار كمان كان عندهم نواب شيعه حزب الكتله. هلا عم بقول لك ايه، بس اكيد ما كان عندهم طائفيه تيكون بقلب الكتله النيابيه في نواب من غير الطائفه المسيحيه. ما في عندهم طائفيه، كانوا مقبولين من الجميع، وكميل شمعون كان رئيس جمهوريه يمكن لا يتكرر بما عملوا في لبنان. أكيد. وبيير جميل والهالي اللي كانت تحيط فيه كمان نفس الشيء. بس انه كان لهم وجود، يعني ما عم بعرف ليش عم بهالقد لا عم نعمل مقارنه بين الاحزاب يلي كانت موجوده، والانتو بالنهايه حزب تاريخي وحزب عريق جدا، ونعرف المعارك اللي عملتوها انتو والحزب والكتله الدستوريه تاريخيا. واليوم تدرس يعني للطلاب مزبوط. بالمدارس مزبوط. لازم هيك نلقي الضوء شوي على مسيره وتاريخيه هذا الحزب. ممكن هذا الحزب كان كثير سباق لوقته. ما تنسى انه مثلا الحزب الكتلي هو اللي قدم مشروع لا يسمح للنساء انه يصوتوا. ممكن هذا الشيء ما كان بوقتها مقبول من المجتمع اللبناني. اي سنه قدمه؟ ب 52. بس في احزاب قدمتها قبل. اوكي، بس هو اللي مرق القانون. اوكي، هو اللي كان بده يطرح الزواج المدني. اوكي، وبوقتها رفضت لانه كانت رفضت بالتسعينات وبالألفين، لانه بنعرف القيادات الطائفيه طبعاً في لبنان هي التي ترفض وليس الاحزاب. انا يعني بتمنى لكم يكون في عندكم انطلاقه جديده وقوه جماهيريه جديده في كل المناطق اللبنانيه وليس فقط في جبيل. يعني اكيد اكيد. طيب خلينا نرجع شوي الى العلاقه اليوم يلي بتربطكم مع الاحزاب الاخرى. خلينا نروح الى مثلا كيف بتشوف العلاقه اليوم مع القوات اللبنانيه ومع التيار، وين بتتفقوا وين بتختلفوا معهم؟ ليك لسهل لك اياها، او بدك هن يتفقوا معكم بالامور اللي لا 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 نحن ما كل واحد حر بالنتيجه. نحن بلد ديمقراطي، نحن بنعتبر انه بلبنان في خمس علل اللي هن الطائفيه والفساد والزبائنيه والتبعيه والوراثه السياسيه. اوكي، هيدي العلل اللي نحن بنعتبرها مصيبه لبنان. كل حزب بيكون عنده عله من هالعلل، كل عمل رح يقوم فيه من تحت راس علة من هالعلل اكيد ما رح نتوافق معه. يلا خلينا نبلش. اوكي بقى شو التيار الوطني الحر اي علة من هول الخمسة؟ هلا بدنا نقعد نفصل كل واحد. نفصل شو عنا؟ التيار الوطني الحر بعتقد بالنسبة للفساد في شبهات طبعا، طالما الواحد ما عنده، غيره ممكن اكيد ممكن، بس طالما انا ما عندي ملفات لانه بالحكي من فتره هي كثير اقصر. أوكي. من بس بعتقد انه في شبهات، انا ما عندي ملفات ما في احكي شيء. ما بالنسبه مثلا للوراثه السياسيه بعتقد ما في اثنين بيختلفوا عليها. بالنسبه للتبعيه بعتقد ما عم بيطبقوا 100% مبدا النقي عن النفس. ليش؟ لانه في عندهم قناعات، في عندهم قناعات انه لازم يكونوا بمحور معين ميالين لمحور من ما يكونوا عم بيمارسوا سياسه النقي عن النفس 100%. هذه قناعتهم، ما في يجبرهم يغيروها، بس انا شغلي ما في اقبلها. طيب انتوا والقوات وين تختلفون بهول الفضائل وبهول سلبيات الخمسة إذا فينا نقول؟ كمان في عندهم فضائل وفي عندهم سلبيات. من السلبيات الموجودة الخمسة اللي أنت سميتهم اللي أنتم بتعتمدوا عليهم لتبنوا علاقتكم مع باقي الأحزاب؟ يعني ما بعتقد إنه هن غير طائفيين. أوكي، بعتقد إنه عندهم علاقات كتير وطيدة مع بعض القوى الخارجية اللي كمان هذا الشيء نحن ما من في قوة بلبنان أو في فئة بلبنان ما عندها ارتباطات تاريخيا
مع ايه اكيد القوى في، مثل مين؟ اكيد في. مثل ليش ليش انه ليش عم ليش عم ما في حدا اليوم ليش ما عم عنده بتحطها ارتباط، ليش عم بتحطها كشغلة مستحيلة يعني؟ مش مستحيلة هي، يا ريت بيصير في هيك، بس اليوم نادرا ما نلاقي في فئة لبنانية ما عندها ارتباط مع الخارج، لأنه وبغض النظر عن نوع الارتباط، سياسي، ثقافي، تاريخي، لا هذا غير وارتينو. موضوع، غير موضوع ارتباط ثقافي. أنت بالنتيجة عايش بمحيط بيشبهك، يعني ما في غير إسرائيل اللي هو جسم غريب بالمنطقة، بس بينما بقية البلدان في عندك تاريخ مشترك، في عندك لغة مشتركة، من الطبيعي يكون عندك علاقات. بس المسألة هي قصة الارتباط السياسي، وهذه المشكلة جاية طيب، لكن لأنه نحن ضعاف. كنا عم نحكي عن القوات، ارتباط سياسي عندهم بعض الطائفية، وشو في، شو في أمور بعتقد هودي اثنين اللي أكتر شيء مع فيها، الكتائب؟ مع الكتائب في عندهم مشكلة الطائفية، في عندهم مشكلة طائفية، أنه حزب مسيحي مظبوط بس أو لا؟ بيقولوا حزب وطني، أوكي وفي بس من كل في فئات، يعني من كل الفئات اللبنانية. خلينا نكون واقعيين، كل الأحزاب بلبنان للأسف أحزاب طائفية، مش إنه إذا بتطعمهم بشخص أو شخصين، كلهم بيحكوك عن حقوق الطوائف، أوكي؟ هلا انتبه، هن حرين يحكوا اللي بدهم إياه، بس بالفترة ممكن الأخيرة نحن على اعتمدوا غلط. خطاب كتير وطني يعني، و نحن بكل كلنا الأمور. عندنا طيب، طبعا غير هذا الموضوع، غير الطائفية، عندهم في طائفية، عندك الوراثة السياسية بس إجا كمان. كتير رؤساء أحزاب، رؤساء حزب منهم من نفس العائلة السياسية، هلا لانه كانت الظروف فارضه هالشيء، بس انه بالنتيجه بس هذا إذا حزب. شخص هو يعني يستحق إنه يكون بمطرح معين، ما منجيبه بس لأنه لا ابن ابدا، لا فلان أو ابدا، لا ابدا، لا. بس يعني انت كمان بدك تكون ما تكون مثالي، انه مش لانه امين شخص كتير منيح ولانه بيو كان رئيس الحزب انا بجيبه. أمين عيسى عم امين بحكي. عيسى عم بحكي، طبعا امين عيسى عم بحكي. مش لأنه هيك. اليوم عندك مشكلة بلبنان، الناس نفرين من قصة الوراثة السياسية. معلش لو كان أمين أحسن واحد، لا نغير الجو بالبلد، لا نتقدم لقدام، خلي يقعد أمين على جنب. حزب طويل عريض، حزب الكتائب وعريق، يعني أكيد فيه أنا شخصيات. بوافقك، تعرف ليه؟ بقول يا ريت كلهم قعدوا على جنب وما استشهدوا، يمكن كانوا بعضهم على قيد الحياة بحزب لا الكتائب. لا، هذا بلا غير موضوع، بلا، هذا يعني يا ريت موضوع. قعدوا على جنب لا لا، وما كان صار استشهد يلي صار. لك، ما كان تغير موقف حزب الكتائب لو كانوا غير أشخاص. هودي أشخاص عندهم بس في أشخاص عقيدة. أخذوا من خارج العائلة اللي أنت عم تحكي عنها، أخذوا الحزب إلى مكان آخر إيه بفترة من ممكن الفترات، ممكن إيه ممكن خارج ممكن توجهاته، خارج تاريخه، ممكن خارج. ممكن, أنا ممكن. أوافقك الرأي، يعني يا ريت قعدوا ارتاحوا وما كانوا لا استشهدوا. أنا ما على بوافقك كل، بالرأي من هالناحية. بلا، لو ما كانوا، لو ما عملوا، إيه بس لو ما ما اشتغلوا سياسي، ما كانوا اوكي اوكي مستهدفين، وما اوكي كانوا، بس هودي اشخاص شجعان واستشهدوا كرمال لبنان، دونك ما فيك تيجي تقول ما انه ورثوا لو ما كانوا. السياسة. لا هلا بعدك عم تقول عنه ورثوا، لحظه شوي، ورثوا السياسه بس ما معناتها ما كانوا اشخاص شجعان. هيدا عم بقول لك اياه، ايه يعني اذا اليوم شخص شجاع وكفو، حتى لو كان من عائلة سياسية، ما فيني امنعه يكون موجود اوكي، بمطرح بس معين. انت عم تقبل معي انه عندنا مشكله بلبنان اسمها الوراثه السياسيه، وممكن الواحد يضحي بفتره من الفترات لتتغير العقليه بالبلد؟ انت عم تحكي بعد 17 تشرين لازم نعمل هيك. اكيد، وكان لازم ينعمل قبل. كان لازم. انا بدي اشكر حضورك استاذ امين الله عيسى، يخليك منسق الاداره السياسيه في حزب الكتله الوطنيه، بتمنى لكم انطلاقه هيك حلوه مشجعه، وتستقطبوا شباب من كل المناطق اللبنانيه. أكيد. اهلا وسهلا فيك، دائما أنا ضيف دائم بشكرك على وعزيز الاستضافة. جدا في تلفزيون الله لبنان، يخليك. فترتنا من البث المباشر مستمر.